أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن هناك توافقا مع روسيا في محاربة الإرهاب، وأن بلاده تتطلع للتشاور معها في القضايا الخلافية بشأن سوريا واليمن. وأوضح الجبير حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع روسيا في كل المجالات، آملا في مناقشة قضايا المنطقة مع نظيره الروسي في الاجتماع الرابع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي في موسكو الخميس القادم. من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجي أكد فعاليته، معربا عن أمله في أن يمنح الاجتماع الجديد في موسكو زخما جديدا لهذا الحوار. بحثنا الأوضاع في سوريا والتزام الطرفين في حل سلمي مبني على إعلان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن 2254، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق في سوريا. بحثنا الأوضاع في العراق وفي ليبيا وفي اليمن، وكان هناك تطابق في وجهات النظر، وسيحتوي البيان المشترك على مزيد من هذه التفاصيل. وأكدنا بالطبع حرصنا على مواجهة الإرهاب أينما كان وبأي شكل كان، وتحدثنا أيضا على إيران وقلق دول المجلس من تصرفات إيران وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وغيرها من الأعمال السلبية التي تقوم بها إيران، وترحيب دول المجلس بأي جهود قد تؤدي إلى تغيير في سلوكيات إيران.